يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. مشاهدينا الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم إلى هذا العدد الجديد المتجدد من برنامج الأسرة الجزائرية، برنامج المحرومين، برنامج الفئة أو فئة الفقراء وافعلوا الخير. في عدد اليوم أعزائي سنتطرق إلى موضوع التبرع بالدم وواقعه في الجزائر. وللحديث في هذا الموضوع مشاهدينا الكرام نتشرف باستضافة فضيلة الشيخ محمد لبوخ، وهو إمام بمسجد الفرقان بولاية المدية وكذلك عضو المجلس العلمي بذات الولاية. كما قلت سيداتي سادتي مشاهدينا الأفاضل، مشاهدي قناة الشروق الفضائية، موضوع اليوم راح يكون حول ثقافة التبرع بالدم. يعني كل إنسان موجود في هذا المجتمع الجزائري أو في حتى في المجتمعات الأخرى، كل إنسان في المجتمع معني بهذه الظاهرة الصحية التي تتسبب في إنقاذ عشرات الأرواح. وممكن هذه الثقافة اللي مزروعة في الجزائريين، يعني ونشاهدهم في كل حملات التبرع بالدم، نجدهم يعني يتوافدون على من أجل التبرع بدمائهم، ولكن هذه الثقافة تبقى نوعا ما محدودة بالرغم من أنه فيها أجر كبير جدا. وسنترككم في بداية هذا العدد تتابعون تقرير أعدته الزميلة حنان قرقاش حول ثقافة التبرع بالدم في الجزائر. تابعوا. أحيت الجزائر مع بقية دول العالم في 14 من شهر جوان الفارط اليوم العالمي للتبرع بالدم، المناسبة التي تتعالى فيها الأصوات منادية بضرورة التحسيس والتوعية بأهمية نشر هذه الثقافة الإنسانية والتطوعية بين الجزائريين. يكتسي التبرع بالدم أهميته من كونه عمل إنساني نبيل من شأنه المساهمة في إنقاذ حياة الملايين من المرضى والمصابين في الحوادث أو ممن هم مقبلون على إجراء عمليات جراحية وغيرهم، علماً أن تبرعاً واحداً يمكنه أن ينقذ حياة 3 أشخاص. غربي قدور، رئيس اتحادية وطنية للمتبرعين بالدم ونائب رئيس الاتحادية المغاربية وعضو في الفيدرالية الدولية. يوم العالمي للمتبرع بالدم اللي 14 جوان، وكل حال احتفلنا فيه يعني على مستوى الوطن يعني ككل. والاحتفال الرسمي كان في مدينة عنابة، وهذا الاحتفال الرسمي كان تحت الرعاية السامية لفخامة رئيس الجمهورية، وهذا نشكر يعني كثير. والشعار تاع اليوم هذا كان كل متبرع بالدم فهو بطل، جانفي حتى 31 ديسمبر. ولكن عندنا ايامات اللي احتفوا بها، هو عندنا 30 مارس يوم مغاربي للتبرع بالدم، عندنا 14 جوان يوم عالمي للمتبرعين بالدم، وعندنا 25 اكتوبر يوم وطني للتبرع بالدم. فيما يتعلق بالتبرع بالدم بين الجزائريين، فإن الملاحظ أنه لا يزال مناسبتيا أو محصورا في إطار عائلي ضيق، بينما تبقى الحاجة لأكياس الدم ومختلف مشتقاته أقل بكثير مما هو متوفر. قفت تاكسمة التبرع بالدم راهي حاجة مليحة بالنسبة للأخر، حاجة هايلة فوق اللازم. يعني تتبرعت نورمال كيما أنا واحد من الناس، أنا ما نبخرش نقدر نتبرع، فهمتيني؟ الحاجة اللي نقدروا الشيء اللي نقدروا نديروه نورمال.
حسب رئيس الاتحادية الجزائرية للمتبرعين بالدم السيد قدور غربي، فإن تحسين ظروف استقبال المتبرعين على مستوى المستشفيات ومراكز الحقن، إضافة إلى تحسين الوجبات المقدمة بعد كل عملية تبرع وغيرها من الإجراءات التحفيزية الأخرى التي ليس من شأنها تشجيع المتبرعين فحسب، وإنما كسبهم كمتبرعين دائمين كذلك. حقوق أولاً الاستقبال، ماذا بينا يعني في المستشفيات؟ يعني تحسين الاستقبال المواطن اللي راح جاء باه يتبرع بدمه، على كل حال هو في صحة جيدة جاء باه يتبرع، ما جاش يعني باه يطلب أدوية ولا باه يطلب ديفاكسا، جاء باه يتبرع بدمه. ماذا بينا يعني الإنسان كي يجي باه يصدق لك دم، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أنت تبسم في وجهك أخيك صدقة. الوجبة الغذائية، الوجبة الغذائية هذيك يعني ضرورية من بعد التبرع بالدم. نعرفوا باللي 95% تاع المتبرع بالدم هو من الطبقة الوسطى أو الطبقة الكادحة. عملية التبرع بالدم تحظى على صعيد آخر باهتمام كبير من قبل بعض الهيئات في الجزائر، كالمديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة للحماية المدنية، حيث يتم تنظيم حملات التبرع بالدم وسط أعوان المديريتين في كل مناسبة. أهمية التبرع بالدم أيضاً لا ترتبط بالمستفيد من هذه العملية فقط، وإنما بالطرف الأول فيها أي المتبرع نفسه، مادام أن كل عملية تبرع تشتمل على العديد من الفوائد الصحية والنفسية والاجتماعية والإنسانية، وهو ما يستدعي نشر هذه الثقافة وتوعية المواطنين الجزائريين بفوائدها وفضائلها الكثيرة. إذن مشاهدينا الكرام، كان هذا التقرير من توقيع الزميلة حنان قرقاش اللي نزلت إلى الشارع وعادت بهذه الانطباعات. فضيلة الشيخ، في بداية هذه الحلقة، كيف يمكن للإنسان أن يكون نافعا في مجتمعه من الناحية الشرعية؟ بارك الله فيك يا سيدي. بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم صلاة وسلاما يليقان بمقام أمير الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد إليك سيتومي وإلى الإخوة زملائك في هذه القناة، قناة الشروق تيفي، وإلى كل المشاهدين الكرام أقول للجميع السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. على كل حال، بداية بارك الله فيكم على هذه الأعمال القيمة اللي تقوموا بها من خلال هذه القناة المباركة، خاصة في هذا البرنامج وفعلوا الخير، لأنه فعلا انطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وسلم الخير في وفي أمتي إلى يوم الدين، حاجة معروفة، وهذا الحديث معروف لدى العام والخاص. الفرد المسلم إن صح التعبير، أو المسلم إن صح التعبير، المسلم طبعه خير، يعني المولى تبارك وتعالى أو النصوص القرآنية والنصوص الشرعية في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذبت هذا الفرد المسلم وجعلته عضوا نافعا في المجتمع، بحيث أنه اللي ما فيهش الخير معناها عضو ضار في المجتمع، وبالتالي المسلم لابد له أن يكون خيرا ونافعا في المجتمع، باعتبار أنه يعيش وسط أمة إسلامية المطلوب منه أنه يكون أو المفروض أنه يكون ذا نفع لإخوانه المسلمين، انطلاقا من قول المولى تبارك وتعالى إنما المؤمنون إخوة، ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، ويقول في حديث آخر المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم حرام أو كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، بحيث أنه يعني لا يكتمل إيمان المسلم أو المؤمن حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وبطبيعة الحال الإنسان يحب الحاجة المليحة لنفسه، وبالتالي يحب الحاجة المليحة لغيره من إخوانه المسلمين. المسلم يكره الحاجة اللي مش مليحة لنفسه، وبالتالي لابد له أن يكره
الشيء المثل يعني بالمثل لأخيه المسلم، ما يحبلوش الضرر، ما يحبلوش الإذاء، ما يحبلوش أنه ينضر، وهكذا. هذا هو المسلم طبعه هكذا. صحيح فضيلة الشيخ، بالنسبة للدم يعني التبرع بالدم، الإنسان في هذه الحياة مطالب، أو الإنسان المسلم مطالب بأنه يتصدق مثلا يعني من جانب المال، ومطالب أيضا بتقديم المساعدة للآخرين من باب أنه هذا المجتمع متكامل ويخدم بعضه بعضا، وأيضا مطالب في هذه النقطة، نقطة التبرع بالدم، أنه في من حين لآخر يعني يقوم بعملية تبرع بدمه من أجل إنقاذ أرواح. وفيه يعني إحصائية تقول أنه كل إنسان يستطيع أن ينقذ 3 أرواح على الأقل لما يقوم بهذه العملية البسيطة، يمشي من أجل التبرع بالدم. ما هي يعني قيمة هذا العمل الإنساني في حياة الإنسان المسلم؟ بارك الله فيك. شوف سي تومي، التبرع بالدم عمل نبيل، عمل إنساني نبيل جدا، واجب ديني عظيم. يعني على كل حال إنسان باش يمد يعني من دمه يعطيه للآخرين يعني زيادة على ماله، حاجة كبيرة، حاجة عظيمة، حاجة ذات قيمة كبيرة عند رب العالمين، أنه الإنسان يمد من دمه لإنقاذ أرواح تاع ناس مرضى، خاصة تاع مرضى السرطان، مرضى ضحايا حوادث المرور مثلا، ضحايا حوادث المرور، كاين اللي ضحايا ربما اللي لازم لهم يعني كمية كبيرة من الدم وإلا يموتوا. وبالتالي انطلاقا من قول المولى تبارك وتعالى: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. شوف، تحيي نفس وتنقذها من الموت فكأنما أحييت الناس أجمعين. وبالتالي هذا العمل الخيري النبيل العظيم اللي يرضاه رب العالمين ويرضاه الرسول صلى الله عليه وسلم ويرضاه عباد الله الصالحين، يعني حاجة كبيرة بزاف. احنا رانا في على أبواب الاحتفال بذكرى 50 لاستقلال الوطن الغالي والعزيز على النفوس الجزائريين. الناس قدمت أرواحها في ثورة التحرير، يعني ناس ما بخلتش برواحها في سبيل تحرير هذا الوطن وفي سبيل تقديم الاستقلال لهذا الجيل، هذه النعمة العظيمة لهذا الجيل. اليوم رانا احنا نتنعم في 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 بنعمة الاستقلال وبنعمة الحرية سي تومي، انت وانا والاخوة زملائك والناس الكل رانا نتنعم بهذه النعمة. لكن هذه النعمة ما جاتش هكذاك، جات بتضحية ناس او جيل جزاهم الله عنا خير الجزاء، رحم الله الشهداء الأبرار وجاز من بقي منهم حيا خير الجزاء. قدموا أرواحهم، ما بخلوا على هذا الشعب وعلى هذا الوطن بأرواحهم. اليوم احنا ما نبخلوش على بعضنا بعض يعني بالمال أو بالدم أو بشيء آخر، حتى أن المولى تبارك وتعالى يشيق في القرآن الكريم: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. تتقدم مالك أو تقدم نفسك لله سبحانه وتعالى، يعطيك رب العالمين أعد لك الجنة، جنة الفردوس، جنة الخلود، يعني حاجة كبيرة بزاف. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. تشوف يعني شيء عظيم المولى تبارك وتعالى جاز به، هي جنة الفردوس، جاز به من يعني قدم روحه وقدم ماله وقدم النفس والنفيس من أجل الأمة الإسلامية. يروى أنه أو يحكى أنه سعي ببعض الناس أو بعض الصالحين إلى أحد الأمراء أو أحد الخلفاء في الوقت الماضي. على كل حال جابوا له هذا الخليفة، جابوا له ناس باش يقتلهم، حاكمين عليهم بالإعدام. اسمع مليح، يعني الأعمال الخيرة والنبيلة، جابوا له هذا الناس بيحكم عليهم أو ينفذ فيهم حكم الإعدام، أمر بقتلهم. يروى أنه أبو الحسين النوري رحمه الله كان ضمن هذا الناس اللي أمر بقتلهم أو أمر الخليفة بقتلهم. فبادر هذا أبو الحسين النوري، بادر إلى السياف لنفذ السيف باش يقتل هذا الناس إخوانه اللي معاه، بادر إلى السياف باش يقتله هو الأول. علاش؟ هلا هو في هذاك الموقف كل واحد يجبد روحه لورا بما يموتش هو الأول، لكن هو بادر السياف باش يقتله هو الأول على باش يعطي فرصة للآخرين، قال يزيدوا وراه على الأقل دقيقة يعيشوا فيها. سبحان الله.
شوف يعني الأعمال الخيرة النبيلة يروى أنه حتى أنه من بعد الخليفة شاف هذاك لما شاف هذاك العمل النبيل والعظيم اللي قام به أبو الحسين النوري عفى عنهم جميعا. إيه عفى عنهم جميعا سلكهم بسبب هذاك الإيثار إن صح التعبير، آثر نفسه أو آثر غيره حياة غيره على حياة نفسه، يعني قدم نفسه فداء لإخوانه، هاو كان سبب في العفو نتاع الخليفة عن بقية إخوانه. يروى أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بعث بكيس من الدنانير إلى أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه الصحابي المعروف الجليل، بعث له يعني كيس من الدنانير وقال الغلام قال له انظر ماذا يصنع فيها، يعني هاك عطيها له وشوف وش يدير في هذاك الكيس هذا. واش قال أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه؟ نادى على الجارية وقال لها اقسمي 500 إلى فلان و500 إلى فلان و400 إلى فلان، وهكذا وزع الدنانير ولم يبقي منها شيئا. فعاد الغلام وأخبر عمر بن الخطاب بما جرى، فزاده كيسا آخر وقال ابعث به أو صله إلى معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه صحابي معروف جليل كذلك. قال راح لي قال له هك هذه هدية أمير المؤمنين وافعل فيها أو اصرفها في حاجتك، يعني براسك وش دير بها ليك هذه. قال نادى على جارية له فقال لها اقسميها على فقراء المسلمين. قال بدأت تقسم فيها، جت الزوجة تاعو قالت له احنا نحن احق بها منهم، يعني ما عندنا والو، احنا مساكين وفقراء خلينا نجوي. قال فما بقي في السرة او في الكيس الا دينار او دينارين. فعاد الغلام الى عمر بن الخطاب فاخبره بما صنع معاذ بن جبل، فقال عمر بن الخطاب قولته المشهورة، قال اولئك هم المؤمنون بعضهم من بعض. يعني واحد يأثر غيره على نفسه، على نفسه نعم. مش يخلي غير لي أنا صحيح. ناكل وحدي ونشرب وحدي ونلبس وحدي وأنا نتمتع وحدي بالدنيا هذه وخلي الأخرين الله يسهل عليهم. لا لا، إنسان عايش لغيره، وهذا هو الطبع نتاع الإنسان المسلم أنه يعيش لغيره، لأنه هذه الدنيا اللي أنا عايشين فيها 600 ما تدوم حتى الواحد، لو دامت لك أو لي لا دامت لغيرنا. وبالتالي الإنسان ما يديرش على الدنيا، يبادر إلى فعل الخير، وخاصة في التبرع بالدم. هنعرفوا أن الجزائريين معروفين بالأعمال الخيرية تاعهم في كل المناسبات، وخاصة في التبرع بالدم، خاصة على أبواب، نحن على أبواب رمضان إن شاء الله ربي يبلغنا وإياكم رمضان. نرجع فضيلة شيخنا باش نتكلموا على أهمية فعل الخير خاصة في شهر رمضان المعظم، لكن بعد ما نروح للحالة الأولى لهذا العدد من برنامج وافعلوا الخير، هي حالة السيدة زليخة بكريتي اللي جاتنا من ولاية وهران وقصدت برنامج وفعلوا الخير وقصدت أهل الإحسان وأهل الخير اللي دائما عرفناهم في هذا البرنامج، يعني يعملوا الخير ويحاولوا أنه ينتشلوا هذه الحالات من هذه الحالات أو من هذه الظروف الصعبة. إذن السيدة زليخة أصيبت بمرض السرطان في الرحم وقامت بعدة عمليات جراحية، ولكن هذه العمليات باءت كلها بالفشل، ومما تطلب أنه لازم يعني تروح للخارج من أجل أنه تدير عملية واحدة أخرى أملا في الشفاء. راح نتابع معا أعزائي المشاهدين هذا التقرير لهذه السيدة التي نطلب من كل أهل الخير أنهم يقدموا لها يد المساعدة، تابعوا معنا. من بلدية حسي عامر بولاية وهران سارعت خالتي زليخة بكريتي قاصدة برنامج وافعلوا الخير لتنقل من خلاله قصتها مع داء السرطان الذي أصابها في الرحم، فقد شفيت منه بعد إجراء عملية جراحية منذ فترة، ثم سرعان ما عاد للظهور مجددا. تاهت بين المستشفيات العمومية والخاصة وبين مخابر التحاليل الطبية والأشعة تبكي ألما وتصرخ أين أتجه، أنقذوني قبل أن ينتشر المرض. سيرني في 4 سنين درت عملية، 4 سنين راني غاية وسنة عاود حيالي، وعاود سنة عاود حيالي. وليت للطبيب تاعي عطاني برايا قال لي روح للسبيطار الكبير. رحت للسبيطار الكبير شهرين وما يجرو فيه، سبيطار طوهران الكبير.
شهرين وما يجرو فيا، يديري التعيير هذاك، ديري السكانر هذاك، ديري التعيير هذاك. من لميت لهم كاع الدوسي، عطوني ورقه قالوا لي تروحي البليده. وليت نجيب لوطو مليون كلونديستان البليده باش يقار عليه يديني، ما عنديش وين نبات. ترونسفارو سبيطار. عطاني هذاك بوعلقه قال لي كتب النيميرو ونعيط لك. الطبيب الدكتور بوعلقه قال لي نعيط لك في التليفون. قعدت شهر ونص لا دواء لا شيميك لا والو، ما عيطليش. عاودت كريت كلونديستان عاودت وليت. كي وليت من قعدت نبكي وقعدت نحاول وقعدت فوتوني عند واحد الطبيب يسموه عياد، دكتور عياد. كي فوت لي قال لي ديري سكانر داخل. كي درت هذاك السكانر درتها مليون و700. كي جبته له قال لي عاودي ديري التعيارات. عاود درت التعيارات وقت اخرين، كي ب 600 اللي ب 500 اللي ب 400 اللي باطل في السبيطار اللي. كي جبتهم له خاطر الاولى كان قال لي نديروا لك واحد لاباراي تقعدي 42 ساعه في واحد الدار، ما كاش لي يدخل عليك كوما، يدير لك واحد 3 سنتي. كي جبت له الدوسي كاع قال لي ما عندك لا لاباراي لا والو، عندك عمليه في فرنسا، ديري هذا السكانر وعاودي جيبيه لي. عاود تروحت. كي رحت للطبيب ندير سكانر قال لي داك الطبيب قال لي سكانر هذا على هدرتيه. قلت له الطبيب عياد عاود اهلي قال لي عاودي تاع بليده. كي وليت له وجبتها للطبيب تاع بليده هنايا دخلت عليه كيما هكا مقروضه في الكروسه، دخلوني عنده. كي دخلوني عنده قال لي نعطيك الورقه وديري الشيميك. قلت له بصح خطره فاتت قلت لي تروحي لفرنسا، قال لي واه الا عندك الدراهم تروحي. قلت له اعطيني بريان تاع اللي يديروها تاع الحكومه باش نروح. قال لي لا بيطلعيني قال لي عند هذاك اللي يحكم فيهم تاع السبيطارات، ما نعطيكش بريه. قال لي قصدت المساجد والزوايا والجمعيات الخيريه والبلديات تطلب المساعدة لدفع تكاليف العملية الجراحية في الخارج واستئصال الورم الخبيث. راني قاعدة لا كاشي لا دواء لا شيميك لا والو، راني في 6 شهور راني نجري. هذا 6 من الأشهر. كان المرة تعطيني 400، كان تعطيني 500، كان تلعب خير الدينية اللي تاع اللي يديروا في سبيل الله في وهران في تاع الزهور. قالت لي روحي للإمام تاعكم يدير بريا ويدير لك زوج شهود باللي أنت في الفيلاج راكي مريضة. أرسلت بنتي عند الإمام تاعنا عند هذا سي الأخضر الإمام تاع الجامع، قال لها ندير لك البريه راني عارف بلي أمكم راهي مريضه، روحي سيد الهواري عند هذيك تاع شغل الدينيه إلا قالوا لك نعطوك الدرهم روحي ندير لك الورقه. روحنا داني مول اللوطو هذا وصلنا عندهم في سيد الهواري، ما استقبلوناش كاع. قال لك الراجل اللي كان يمد مات، الراجل اللي كان يمد مات ما داش الصندوق العميري تاعنا. قال لك ما كاش بلدي حاسبوني، قال لك احنا ما نعاونوش الجوارين تما، ما كاش واحد زعما مفرقع جوارين نعرف، ما كاش واحد زعما بخير عليه اللي يعاونك، ما كاش. الامل الوحيد الذي بقي لخالتي زليخه بعدما اخبرها الطبيب بنجاح العمليه ان اجريت في الخارج، فقدت حلاوه الحياه بعد معاوده المرض الخبيث في الظهور، تتمنى ان تعود كما كانت وترجو المحسنين وبالاخص من جاليتنا بالخارج التكفل بمصاريف العملية قبل فوات الأوان. من يرقد ليل نهار لي حنت كبته في وجه الله في سبيل الله يعاوني في ركبة ولا في عملية ولا في طبيب ولا يخلص عليا أجرها على الله. نجاة تلازم خالتي زليخة أينما ارتحلت، فقد تركت الأبناء والزوج وفضلت الوقوف بجانب والدتها حتى تشفى. تبكي لحالها فهي العارفة بألمها المتزايد يوما بعد يوم، تتمنى أن تمد لها يد المساعدة لأمها حتى تطيب. بلاص ما نكذبش عليك، أنا زعما على ما راني مخلية أولادي، عندي 3 أولاد كبير فيهم ولا 5 سنين راني سامحة فيهم، راهم وين يقولوا لي نروح نطلب من أصحاب الخير، نطلب من أصحاب الخير. راني عارفة جزائريين من في القلوب اللي بغى يعاونها في سبيل الله، وعطاني الطبيب نسبة النجاح قال لي تنجح، اللي بغى يعاونها في سبيل الله يعاونها دروك. راني نجري، جريت في بشار، جريت في وهران، جريت في الجزائر، وين يقولوا لي راني نروح. صرخة خالتي زليخة التي قصدت البرنامج لمساعدتها حتما ستجد أذانا صاغية من قبل فاعلي الخير لإنقاذها من إذن مشاهدينا الكرام، كانت هذه السيدة زليخة بكريتي اللي تعاني من مرض السرطان في الرحم، وربي يعافي كل المسلمين
وكل الناس يعني من هذا المرض الخطير الفتاك. فضيلة الشيخ، الوضع صعب جدا لهذه السيدة اللي جاتنا خصيصا من ولاية وهران من أجل أنه تتقدم بطلب كل أهل الخير اللي عرفناهم في برنامج وفعلوا الخير أنهم يساعدوها من أجل أنه تقوم بعملية جراحية في الخارج. فضيلة الشيخ، وش هي الرسالة اللي نقولوها لأهل الخير؟ بارك الله فيك سيدي تومي. على كل حال نطلب من ربي إن شاء الله يشافي كل مرض السرطان، لأنه فعلا مرض خبيث وفتاك ومرض على كل حال مرض العصر على كل حال، وكاين كثير من الناس وكثير من الحالات كما هذا الأخت، إن شاء الله ربي يشافيها ويشافي جميع المرضى المسلمين ويعافينا ويعافي جميع المسلمين من أمراض الظاهرة والباطنة يا رب العالمين. الرسالة اللي ربما نوجهها لإخواننا، حتى أنه نعرفوا بأن الشعب الجزائري سباق في هذه الأمور في هذا فعل الخير، الدولة هي على كل حال مشكورة في هذا الجانب، مستشفيات يعني متوفرة على هذا بعض العلاجات لهذا المرض تاع السرطان، شفت هنا على مستوى فرانس فانو في البليدة، شفت في هنا في عندنا في مصطفى باشا ثاني كذلك يعني جناح خاص بهذا المرضى ويقدموا في يعني في اشياء كبيره للمرضى تاع السرطان، تاع خاصه اللي يديروا الشيميو والراديو ثيرابي يعني لا باس يعني تاع CPMC هذه يعني ما شاء الله، الله يجزيهم خير. الدوله على كل حال تكفل بهذا الحالات ومشكوره، ومسؤوليه الدوله على كل حال في التكفل بهذا المرضى هذو، وحتى الشعب انه ثاني لا باس يعني فيه الخير، وكثير من الناس يعني تكفلوا بعضهم بعض، الاقارب اللي تكفلوا بعضهم بعض كذلك، يعني ما يخلوش الناس خاصة واحد مريض أو أخت كما هذه مريضة، يعني المريض وش يستنى؟ يستنى في الناس أنه يقدموا له يد المساعدة ويد العون، لأنه وراه مريض ويزيد الفقر، المرض والفقر. أما لو بالتالي الإنسان كي يكون في هذه الحالة يكون في أمس الحاجة إلى من يعينه خاصة من الأقارب، ومن بعد على كل حال الدولة كذلك الناس اللي فيهم الخير يقدموا يد العون. ربما الشيخ فضيلة الشيخ أنه هذا الإنسان اللي قدم هذه المساعدة ولا يساهم في إنقاذ يعني إنسان مريض يعني مريض بمرض خطير مثل السرطان، ممكن ربي يعافيه يعني ويبعد عليه مثل هذا المرض. فعلا الصدقات تقي مصارع السوء. يروى أنه امرأة يعني على كل حال مش عارف كان عندها رغيف في يدها، طرق بابها سائل قال عطاله، وكان ابنها عندها الابن الوحيد مسافر، قال أعطاته هذاك الرغيف، قال له لوجه الله وكذا، قطعته الرغيف هذاك ونود به صدقة هكذا لوجه الله. المهم بنها يوقع له حادث خطير يعني اللي كان ربما راح يروح يعني يموت في هذاك الحادث، قال في هذيك اللحظة بالذات اللي قدمت لي الرغيف بنها يسلك من حادث مرور صعب جدا، كان يعني كان يودي بحياته. قال النهار اللي جاء حكيت له حكى لي يماه بداته على كل حال وكذا، ويماه ومن بعد قالت له يا بني انايا جا لي واحد السائل في الساعه الفلانيه، قدمت له واحد الرغيف وعطات له خبزه تاع مطلوع كما يقولوا الشباب هكذا بالمثل عندنا، قال لها يا يما في ذيك اللحظه بالذات انا درت حادث تاع مرور، في ذيك اللحظه بالذات اللي هي قدمت الصدقه. وشوف حتى انه النبي صلى الله عليه وسلم وش يقول في قضيه الصدقات، يقول يقسم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقسم الا على شيء عظيم، يقول والذي نفس محمد بيده إن الصدقة لتدفع البلاء المبرم من السماء. سبحان الله، الصدقة تدفع البلاء المبرم من السماء. في حديث آخر يقول إن الصدقة تطفئ غضب الرحمن وتقي مصارع السوء، يعني مصارع السوء كما الحوادث حوادث المرور مصارع السوء، يعني إنسان راه ماشي هكذا في أمان الله، حتى وما أكثر حوادث المرور في هذا الوقت مع هذا السيارات الجديده ومع هذا كذا ومع الشباب اللي راه يسوق بلا 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 عقل بلا 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 ثقافه تاع ثقافه مروريه، غير هات ركب الطوموبيل وامشي وخلاص. الناس انا نسمعوا في حوادث المرور واش راهي دايره في الطرقات، ان شاء الله ربي يعافينا ويقدر علينا وعلى المسلمين كل خير يا رب العالمين. الانسان لازم له يقدم، لازم له على الاقل اسيورونس، هذه الاسيورونس هذه هي الصدقات. الانسان مطالب انه في كل يوم
يقدم كي يجي رايح مسافر ولا رايح للخدمة ولا على الأقل يقدم صدقة لواحد مسكين. والصدقة الشيخ حتى مش غير يعني شرط تكون مادية يعني. لا يعني ممكن تكون حتى دعاء بالخير يقدر يكون صدقة. بارك الله فيك، لأنه علاه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ابتسامتك في وجه أخيك صدقة. صدقة. صحيح. تضحك في وجه خوك صدقة. تقول له هكذا يعني تقول له بهذا المعنى صباح الخير وجهك صباح منور وترفع له معنوياته صدقة. يعني تدخل السرور. احنا نعرف انه افضل الاعمال عند الله سبحانه وتعالى الصلاه على وقتها، واحب الاعمال الى الله سبحانه وتعالى هي سرور تدخله على قلب المسلم. احب الاعمال يعني رب العالمين عنده افضل الاعمال هي الصلاه على وقتها، الاعمال اللي يديرها الانسان كلها افضلها انك تصلي الوقت في وقته هكذا. احب الاعمال الشيء اللي يحبه رب العالمين نقدر نقول لك أكثر من الصلاة وأكثر من الصيام وأكثر من الحج وأكثر من عمرة وأكثر من كذا، هي سرور تدخله على قلب المسلم. واحد محتاج منك أنك تعاونه، هو في أمس الحاجة باش تعاونه، هو راه في مشكل تاع فقر ولا مشكل تاع مرض ولا مشكل تاع سكن ولا مشكل تاع زواج ولا مشكل تاع كذا، وانت تجي ليه وتخرجه من هذاك المشكل وتفرحه، هذاك العمل اللي يحبه رب العالمين وهذاك اللي جزيك عليه خير الجزاء وما تعقع رب العالمين وجعل الناس إيه لهذا الناس اللي وزيد حتى أنه في الحديث إن لله رجال، رب العالمين عنده رجال استعملهم في قضاء حوائج الناس يهرع الناس إليهم في حوائجهم. وهذا الناس اللي يحبهم رب، وهذا الناس اللي يحبهم رب العالمين اللي يديرهم في قضاء حوائج الناس. انت ربما انت عندك مانيش انت ولا انا ولا وصرات لك، ربما وصرات لي وصرات لك كثير من الناس، كاين وين يجيه مشكله هكذايا يجي في باله اول واحد يجي في باله قال ستومين يقضي لي صلاح يروح ليه ولا يعيط له في البورطاب قال لي ستومين يا راني عندي مشكله وكذا، وتقول له خلاص ما كان حتى مشكل يا عصر راني هنا ما تخافش، واش خصك درام اني هنا، واش خصك اني نوقف معاك معليش. حتى انه في القران الكريم شوف رب العالمين واش يقول، احنا ما علينا الا نقراه، ما علينا الا نتبعوا النهج القويم اللي سطر لنا الشارع الحكيم. رب العالمين يقول لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما. لا خير في كثير من نجواهم، شوف الناس هذا الطلوع والهبوط والدنيا اللي تشوف فيها قاعده كل واحد واش راه يدير، واحد يبيع واحد يشري واحد يسلف واحد يكذا واحد يخدع واحد يكذب واحد طالع واحد هابط الدنيا كل ثلاثه برك اللي رب العالمين يتقبل منهم. لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. كاين الناس همهم في الدنيا هذه أنه يسعوا يصلحوا بين الناس، وين يشوفوا زوج متفاتنين يصلح بيناتهم، زوج وزوجة متفاتنين يصلح بيناتهم، ما يخليش وين يسمع بزوج متعادين يروح يصلح بيناتهم، وين يشوف زوج ربما شركة مش متفاهمين مع بعضهم بعض يروح ويتدخل ماله بجاهه ويسعى بيناتهم، يروح وين يشوف وين يسمع بواحد في مشكل يلحق ليه واش خاصك راني هنا ويعاونوا، واحد مريض يوقف معاه، واحد فقير يوقف معاه، هكذا هكذا كان دأب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده صحابته رضي الله تعالى عنهم ومن بعدهم التابعين ومن بعدهم اللي فيهم الخير وعباد الله الصالحين. هذا هو همهم وهذا هو دأبهم أنه عايشين للناس، وهذا هو الإنسان لازم يعيش بهذه العقلية، عقلية أنه يعيش للناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وفي الحديث الآخر يقول من أصبح ولم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. سبحان الله. خلاص ما دام أنت تصبح وهمك ونفسك وحدك ماكش من المسلمين. صحيح. إيه؟ فضيلة الشيخ لو نديروا إسقاط على الناس اللي على قضية التبرع بالدم، يعني كل واحد فينا في هذا المجتمع معرض مثلا أنه يقع له حادث مرور وممكن هو يكون محتاج للدم يعني، وممكن يوصل حالات خطيرة جدا وما يصيبش اللي قدم له هذه المساعدة، ولا ممكن يكون هذا الدم مفقود فيتسبب ذلك في أنه حياته تروح. هذه الثقافة هذه يعني لابد أن تزرع في هذا المجتمع، ولابد كل واحد فينا أنه يكون على يقين بأنه يعني التبرع بالدم هو عمل يعني واجب، مش فقط يعني عمل نديروه وقت ما نحبه. بارك الله فيك سي تومي.
شوف احنا لازم تكون عندنا هذا القاعده الفكريه اللي ننطلقوا منها، انه الانسان راه عايش في هذه الدنيا والشيء اللي راه فيه كله نسبي. النعم اللي عايش فيها كلها نسبيه. شوف اقرا ارجع للقران الكريم، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء تعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. وممكن شفناها يعني الصوره هذه شفناها مؤخرا في الثورات العربيه، شفناها بشكل جلي يعني جدا جلي يعني. جدا وعملي يعني واقعي يعني تعيشهم صباح الليل عايش في هذه الامور. انت علاه خلينا من انت راه احنا رانا نشوفوا قدام الواحد الصبح كان غني عشيه كان ولا فقير، الصبح كان فقير عشيه ولا غني، الصبح كان مريض عشيه كان صحيح، والصبح كان صحيح عشيه عشا مريض، وهكذا. يعني الانسان هذه الامور هذه النعم نسبيه في يد الانسان، اعطاها له رب العالمين كما اعطاها كما ينحيها. يروى انه شوف فهم مليح كاين قصه، واحد هو وزوجته في الدار حاطين ان بولي روتي هكذا يبقى للعشاء، يجي سائل يطبطب في الباب لله يا محسنين ما عنديش وكذا. المرأة قالت له يا رجل لزوجها، قالت له يا رجل هذا الإنسان راه جيعان وكذا نعطوا له هذا الدجاجة. قال لها طرديه، واش من الدجاج جاي هيا يروح يربح الله يسهل عليه. طردته يعني بأمر زوجها، يعني هي حتى زوجها أنه ما تمدش إلا بإذن زوجها، هي الله غالب عليها. يروح يا زمان وروح يا زمان مورها ماشي بزاف، يتفتن مع مرته تتطلق المرأة، ومن بعد يروح المال تاعو هكذا. والمرأة هذيك نهار اللي فاتت العدة تاعها يجي واحد يخطبها تتزوج به، يجي في ليلة من الليالي حاطين نفس العشاء هكذا، يطرق الباب سائل. سبحان الله. ايه شوف يطرق الباب سائل، لا قال لها شوفي من بالباب، راحت تشوف طالي فتحت الباب لقيت زوجها الاول. قالت له يا رجل هذا السائل اللي حوس به يتعشى وكذا، قال اعطيه الدجاجه اعطيها له كومبلي، خلاص مدتها له ورجعت تبكي. قال لها ما يبكيك، تبكي على رزق رب العالمين اعطيناها لوجه الله وربي يكرمنا. ما قالت له مانيش نبكي على الدجاجه اللي راحت، انا نبكي على حال السائل هذاك زوجي الاول. زوجي الاول اللي كان زوجها الاول هكذا، شوف الحاله نتاعو ترد السائل حتى ولا هو سائل. سائل صحيح. شوف ايه قال لها وراكي تبكي على زوجك الاول، ما تبكيش على زوجك الثاني هو السائل الاول. قال لها هذا اللي راه قدامك هذا هو السائل الاول اللي طردوا زوجك من الباب، هذا رب العالمين عوضه بالزوجه، ولا هذاك السائل هذاك الزوج الاول ولا هو السائل. شوف سي تومي يعني الدنيا هذه ما دير لهاش على راي، اليوم راك في حال غدوه في حال، بل بين الفينه والاخرى كما يقولوا العام عندنا كما البورصه يعني كما البورصه بارك الله. ها طلعت ها هبطت، هذا بيسوى كذا من بعد يولي يسوى كذا يولي يسوى كذا، الدينار هاو طلع هاو هبط، الدولار هاو طلع هاو هبط، وهكذا بورصه راه الانسان عايش فيها. الانسان يعيش لله سبحانه وتعالى، يخدم يطيع رب العالمين يدير الخير بما استطاع الشيء اللي يقدر عليه ويخليها رب العالمين. وما تعرف احنا نقول الله يزين العاقبه والله يحسن لنا الخاتمه، لانه انما الاعمال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالخواتيم. ما تفرحش عندك مال لانه قد يزول المال، ما تفرحش عندك الصحه قد تزول الصحه. يعني انت واش عند بالك انت هذه الاخت اللي راهي تقول مريضه بالسرطان ربي يشفيها، كل واحد راه حامل في نفسه خلايا سرطانيه نائمه. هي قد تستيقظ في اي وقت، يعني اي واحد معرض انه يمرض بمرض السرطان ان شاء الله ربي يعافينا ويعافي جميع المسلمين، اي واحد فينا معرض بانه يمرض ولا يدير حادث هو يولي يعني محتاج ويولي يعني في امس الحاجه الى من يساعده ولو بقطره دم. صح هكذا ولا لا؟ صح. اي الانسان ما يديرش، شوف كما حكينا قبل الانسان ما يديرش على الدنيا هذه. الدنيا هذه كما قال عليها واحد، شوف واحد القصه معليش يكفينا الوقت. ممكن نرجع للقصة فضيلة الشيخ، نفضل أنه نعود إلى القصة لأنه وقت البرنامج يعني محصور بتوقيت محدد. ولكن سنعود فضيلة الشيخ، سنعود إلى هذه القصة. الآن راح نمر إلى الحالة الثانية في عدد اليوم من برنامج وافعلوا الخير، قصة يعني حزينة جدا. العجوز
يعني طاعن في السن، هذه العجوزة مسكينة تعيش في مستودع يعني في إسطبل، يعني غريب جدا. وأنا شخصيا أتحسس كثيرا أنه لما نشوف شخص كبير في السن ويعيش في ظروف صعبة جدا، لأنه العاقبة كما ذكر فضيلة الشيخ يعني العاقبة صعبة، لأنه الإنسان يكون في في يعني في 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 حالة ضعف وما يصيبش، خاصة إذا ما صابش يكون اللي يوقف معه إلى غير ذلك. راح نتبع معا مع الزميل عصام بن منيا هذا التقرير لخالتي العطرة بولاية قالمة، تابعوا معا هذا التقرير ثم نعود. في هذا المرآب الذي يصلح لكل شيء إلا لحياة البشر، هنا تعيش خالتي العطرة بوزبرة. استأجرت هذا المكان منذ سنوات بعدما ذاقت بها الأرض وتنكرت لها السلطات المحلية في حصولها على سكن لائق. في هذا المرآب المتآكل، مثقلة بهموم الدنيا التي رمتها هنا، وفي عقدها السادس لا زالت تتقاسم الفراش الرث مع ابنها عبد الرحيم صالح. كي عايشة في الدار هذه؟ عايشة معيشة مزيرية. والدار هذه تعملنا الحاجة؟ تواعد كريتها عليها وهنا بند. شحال تخلصي في الشهر؟ 200. وانتي تسلكي 300,000 وكارية ب200,000، تسلكي كل شهر ولا؟ كل شهر يدي 200,000. ما درتيش طلب للمصالح المعنية باش تدي ساكن ولا؟ درت الدوسي الأول وخرجت فيه، وقالوا لي درك نعطيولك، من بعد فصلني وزدت الأول الثاني زدت وخرجت فيه، وعلقوا لي اللي استتالي بان يعطيولي، وزادوا فصلني. بنقول لهم أني مريضة بلا طنسيون بالسكر، مريضة أنا راكدة وما يجري تحت مني، تعينوني أني أني خيطكم ديروا لي دوير، أني راح تديني الهملة، أنا واش قلبني هيك غير من الدراج. خالتي العطرة تعيش من راتب شهري لا يتعدى 4,000 دينار كمنحة تقاعد، لكنها مجبرة على دفع نصف المبلغ ثمنا لسكنها في هذا المرآب الموحش الذي يفتقر لأدنى شروط العيش الكريم كما توضحه هذه المشاهد. خالتي العطرة تقتات من صدقات بعض المحسنين من الجيران العارفين بحالتها المزرية، فلولاهم لماتت جوعا هنا. هم عينوني الحباب كما ما تكفينيش، هم يحنوا عليا الحباب، ساعات كبات بطاطا، ساعات طرف لوبيا، ساعات طرف عدس وفرت، هذا ما كان. وراكي مريضة خالتي العطرة، من راكي تجيبي الدواء؟ هسا ما كنجيبش، درك هاني ممنا قلت كاش ما يحنوا عليا الحباب نروح من الطبيب، ما حنوش، هاني قاعدة في المرض. عبد الرحيم وهو في العقد الثالث من العمر فقد الأمل في الحياة كباقي أقرانه، يائس وهو يبحث عن عمل لإسعاد خالتي العطرة ويحفظ لها كرامة العيش ويخفف عنها جزءا يسيرا من المعاناة التي عاشتها. شحال في عمرك أصلا؟ 30 سنة. ما تخدمش أنت؟ لا، أمبريكول يبرك. قداش راك تصور في الشهر يعني المدخول، معدل المدخول تاعك شحال؟ مدخل ساعة 500، ساعة 400، ساعة 300. المشاهدين اللي يشوفوا فيها على التلفاز نطلب السكنة، السكنة اللي عايشين فيه هملة، هاك تشوف فيها عايشين فيه هملة وضيعة وقراج، كارينو 200,000 صحته فينا الناس، نتلامهم بلاصة لبلاصة، نسكنوا شهر شهرين، يقول لك أخويا نحن أنا راح نعدلوا الدار، صحته فينا هاكي تسمى. خالتي العطرة حينما سألناها ماذا تطلبين لم تجد ما تقوله. وش نطلب أخي؟ ما نطلب غير لا إله إلا الله محمد رسول الله ولا أخوي. حامدة لربها على الدوام رغم كل شيء، تتمنى أن تكمل ما تبقى من عمرها في سكن لائق وتغادر هذا المرآب.
واش نطلب اخويا؟ ما نطلب غير لا اله الا الله محمد رسول الله. والله اخويا كما كنتوا تشاهدوا اعزائي المشاهدين، ظرف صعب جدا اللي تعيشوا خالتي العطره في ولايه قالمه، واللي نتمناو من اهل الخير انهم يقدموا لها يد المساعده، يعني اللي يقدر يكري لها ولا يقدر يشري لها فاجروا عند ربي سبحانه كبير، اليس كذلك فضيله الشيخ؟ بارك الله فيك سي تومي. على كل حال ان شاء الله ندعو رب العالمين لكل مغبون انه يفرج عليه رب العالمين، خاصه المغبونين في السكن، وخاصه مثل هذه الحاله اللي نشوفوها تاع العجوز هذه اللي ساكنه في، يعني صعيب فضيله الشيخ انه واحد يكون متقدم في السن ويعيش الى هذا هو المشكل. هذا هو المشكل، لكن المسؤوليه تقع اولا على عاتق الدوله بالدرجه الاولى، واللي من خلال هذا المنبر نوجه نداء للسيد والي الولايه ومشكور عليه، الله يجزي خير والله ينوره والله يبارك فيه، انه ينظر الى هذه الحالات، لانه راهي مسؤوليه امام الله، رئيس بلديه، رئيس دائره، والي الولايه، يعني الامر لا يستهان به فضيله الشيخ، هذه الحالات هذه راح يوم القيامه راح توقف له، يعني حاجه معلومه. المسؤول يوم القيامه يسال عن الرعيه، يسال عن كل شيء. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ثبت عنه انه قال لو عثرت بغله في العراق، هو تخيل هو في المدينه المنوره، ولا لو عثرت بغله في العراق لسالني الله لما لم تصلح لها الطريقه يا عمر. تخيل هذه بغله تعثر في العراق، ما بالك بكائن حي او انسان يعني ومسلم يعيش يعني هذه الحياه هذه اللي. وزيد كذلك المسؤوليه تقع على بالدرجه الثانيه على اقربائها، هي ما عندهاش، قالت عندها بنها ماشي معاق وكذا، تقع على اقربائها، عندها اقرباء ما عندهاش، اذا كان ما عندهاش اقرباء الناس اللي فيهم الخير ما يخلوش واحد يضيع بهذا الشكل، خاصة في سن هذا هو. شوف تحضرني قصه في قضيه الصداقه، الناس اللي كانت تعيش كما تحكينا في بدايه الحصه، الناس اللي تعيش للاخرين، لأن المسلم همه وديدنه يوميا أنه يدخل الفرح ويدخل السرور على قلب أي مسلم، أي مسلم كان، خاصة اللي قريب ليك، ياك؟ الإنسان قلنا ما يعيشش لنفسه، ما تدخلوش هذه قضية الأنا، يولي غير أنا ونفسي نفسي، لا كاين راه عايش وسط إخوانه، راه كاين مسلمين دايرين به، واحد محتاج، واحد كذا، واحد فقير، واحد معوز، واحد مش عارف كي، واحد عنده مشاكل، واحد عنده ضيق، واحد كذا، يعني الإنسان يسعى بكل ما أوتي باش يفرج على عباد الله المسلمين. يروى أنه أو روى عبد الله بن عمرو بن العاص قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام من منكم تصدق أمس بصدقة؟ فسكت الناس، توحد ما انتق، لأنه كانوا فقراء على كل حال، الفقر كانوا ما عندهمش، قال سكتوا. أعادها النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية، من منكم تصدق أمس بصدقة؟ سكتوا. فكررها النبي صلى الله عليه وسلم، والمعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كرر أمرا فكأنما أقسم، كيشغل قسم، قال من منكم تصدق أمس فقد أخبرني جبريل أن أحدكم تصدق بصدقة حيرت الملائكة أين تضعها، فحملتها أو فبدرتها تحملها إلى السماء. سبحان الله، صدق صدقة. قال فقام رجل، سيدنا عبد الله بن عمر بن العاص يقول قام رجل من الصحابة لا أعرفه، ما يعرفوش، فقال أنا يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما بماذا تصدقت يا ضيغم؟ وهذا ضيغم هو اسم الصحابي الجليل الذي تصدق بهذه الصدقة. قال بماذا تصدقت يا ضيغم؟ قال اشتاقت نفسي إلى الصدقة، ما عندوش قلت الشيء، ما عندوش مال، ما عندوش بيت صدق، قال اشتاقت نفسي إلى الصدقة باش نتصدق باش ندير الخير. يعني هذا الصحابي أو هذا الطراز من الناس اللي يحوس كيفاش يعاون الآخرين، ما عندوش بيعاون، كان بيعاونه. قال اشتاقت نفسي إلى الصدقة فلم أجد غير عرضي أتصدق به على الناس، فقال اللهم إني أشهدك أني تصدقت بعرضي على المسلمين أو على من وقع فيه من المسلمين. سبحان الله، اللهم إني أشهدك أني تصدقت بعرضي على من وقع فيه من المسلمين.
تخيل انت الناس راهي تبخل بالمال، عنده المال ويبخل. حنا الزكاة 2.5% تجي حاجة كبيرة باش تصدق بها، هو تصدق بعرضه. تا واحد يجي يسبك ولا يسبك يماك ولا يسب تنوض ليه ولا لا؟ حاجة معلومة. وحنا خاصة الجزيريين يا عصرة غير تقول له كلمة ماشي مليحية يدخل فيك بدماغ، صح ولا لا؟ صح. إيه تخيل هذا تصدق بعرضه على المسلمين، هات قطع فيه، هات سب، هات شتم، هات كذا. احنا اليوم راهي الحق لي غير واش عليه يمسوش بدلو الموس، يمسو بارك غير يمسوش بدلو الموس. احنا قداش معنا من حوادث صرات هكذايا غير مسو بركش بدلو الموس. تقول فلان مات واش بيه؟ قتلوا صاحبو الموس. علاه؟ ما قال له كلمه ولا ما عرف شنو هي ولا دخل فيه بالطوموبيل ولا. انا شفت واحد دخل فيه واحد صاحبو بالطوموبيل ما كان والو، البارشوك في خور، حاجه بسيطه ما كان والو. واحد نزل بالمانيفال والاخر نزل رفد الكريك باي يتقاتلوا باش يقتلوا. تخيل هذا تصدق بعرضه على المسلمين. صحيح. يعني اين نحن من هذا الطراز؟ الطراز اللي عجن النبي صلى الله عليه وسلم، الطراز هذا اللي صنعه النبي صلى الله عليه وسلم، هالطراز اللي كان يغرف من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. احنا اليوم احاديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي قالها لعبد الله بن عمرو، واللي قالها لضيغم، واللي قالها لعثمان بن عفان، واللي قالها لعمر، واللي قالها لابي بكر، واللي قالها لعلي بن ابي طالب، كلها راهي موجوده قدامنا. يعني حاجات ما النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لهمش حاجات خلاف اللي راهي قدامنا، اللي قالوا لها اللي قالوا لهم راه قالوا لنا وراه قدامنا. احنا المشكل عندنا انه ما نسيروش على النهج الذي رسمه النبي صلى الله عليه وسلم لاولئك لاصحابه وللطراز اللي كنا نحكيوا عليه، اللي باخلاقه ملك من المحيط الى الخليج. صحيح فضيلة الشيخ، فينا نبقى فينا في نقطة الصدقات. يعني هل التبرع بالدم هو صدقة جارية؟ في بداية الحصة قلت لك التبرع، قلت لك هو عمل نبيل وعظيم وشيء، لأنه إنساني. أنت تصدق بدمك على تعطي الواحد من دمك حاجة على بالك. أنت يك حكينا قلنا واحد أضرب واحد برك غير مسو برك قتله، تخيل أنت تنحي من دمك وتعطي له. وقلنا هذا هو العمل الذي يرضاه المولى تبارك وتعالى ويرضاه النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة. وإحنا الأمة هذه باهنالت جنة الفردوس، وباهنالت هذه الخيرات، باهنالت المكانة هذه اللي تمناها سيدنا موسى عليه السلام، أنه يكون واحد من هذه الأمة، من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا موسى رسول الله كليم الله تمنى أنه يكون واحد من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، على لما فيها من هذه الخصال النبيلة. كنت ما كانش في أمم أخرى، ما كانش غير الأمة الأوروبية مثلا، الأوروبيين والغربي، ما كان كل واحد عايش نفسه، كل واحد عايش نفسه. ولكن فضيلة الشيخ في نقطة مثلا قضية التبرع بالدم، الثقافة هذه منتشرة عندهم أكثر من اللي عندنا. يعني بركة، هما على بالك هما عمل إنساني يقوموا به، لكن احنا عمل إنساني مربوط بالأجر، مربوط بالأجر. على بالك هذه بيفهموها الناس، أنه عمل إنساني مربوط بالأجر، مربوط برضا الله سبحانه لما وتعالى، لما تنويه لوجه الله سبحانه وتعالى، لكن تنويه لوجه الله حاجة أخرى. رب العالمين راح يعطيك من الأجر ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، أنك تحيي أنت واحد. أنت شوف عمل ربما وشين يتلحق عند الطبيب، يأخذ لك من الدم، يا كان الناس يتروح للحجامة، العكس ممكن أثبت العلم أنه صحيا لما تنحي هذه الكمية الزائدة من الدم فيها حتى يعني مصلحة للجسم. الدراسات الطبية أثبتت أنه الإنسان لما ينحي ذيك الكمية من الدم، هذه الكمية اللي ينحيها تعطي له واحد النشاط للدورة الدموية، تعطي له حتى أنه أثبت العلم أن اللي عندهم الشقيقة هذه لما يعطي من الدم، نعطي من الدم يبرأ من الشقيقة. علاه؟ إيه، لأنه الدماغ يكون بحاجة إلى الأكسجين، والأكسجين يحملوه الكريات الدموية الحمراء. هل اللي تكون ازدحام في الكريات الدموية الحمراء في الأوردة الدموية، يعني تولي ما تلحقش بسرعة، لأنه لانكمبريمون تاع في الدم تولي ما تلحقش بسرعة، وبالتالي تصرى هذاك الصداع وكذا. هل اللي تخفف انت من لانكمبريمون تاع الكريات بهذه الكمية اللي تنقصها من الدم وتعطيها الوخد آخر بالأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى، انت أراك النتيجة، نتيجة الخير هذا انت تديه انت الاول،
علاه انت تنشط الدوره الدمويه، تنشط الجسم نتاعك، عده مزايا. ما انا مانيش طبيب باش نقول لك عليها، ومانيش من اهل الاختصاص باش نتحدث لك فيها، لانه تجيب واحد في الاختصاص هو يعطينا، خاصه الاطباء يعرفوا. احنا نعرفوا انه الانسان الخير اللي يديره يناله هو بالدرجه الاولى، المتبرع بالخير ينال الاجر وينال الثمره نتاع الخير قبل من المتبرع له. بارك الله فيك فضيله الشيخ. مشاهدينا الكرام، راح نمر الان الى الحاله الثالثه في هذا العدد من برنامج وافعلوا الخير، وهي حاله اسره جزائريه موجوده في اعماق بلديه سيدي مزغيش بولايه سكيكده. هذه العائله اللي متكونه من افراد كلهم مصابون بداء فقدان السمع، فما اصعب انه اسره كامله تكون فاقدة لهذه النعمة الكبيرة، هي نعمة السمع. ومنذ سنوات طويلة هم يعيشوا في ظروف صعبة جدا، ظروف يعني خلاتهم يعيشوا حياة تاع ميزيرية يعني بين قوسين. راح نخليكم مشاهدينا تشاهدوا هذا التقرير من إعداد الزميل زميلنا من سكيكدا إسلام بوشليق، ثم نعود للحديث مرة ثانية. من أعماق بلدية سيدي مزغيش بولاية سكيكدة تنقل كاميرا الشروق عبر برنامج وافعلوا الخير كالعادة معاناة جديدة لعائلة جزائرية فقيرة. العائلة هذه المرة لا تعاني من الظروف المعيشية الصعبة فحسب، ولا تضم بين أفرادها ابنا معاقا أو مريضا، بل هي عائلة جميع أفرادها معاقون، الأم والأبناء الأربعة من فئة الصم والبكم، أما الأب فهو يشتكي من إعاقة حركية واضحة. رغم المعاناة ورغم الإعاقة وظروف المعيشة الصعبة وانعدام مدخول ثابت يستعينون به على العيش الكريم، إلا أنهم يحاولون الاستمرار والتشبث بالحياة، وآمالهم كبيرة في غد يحمل لهم الجديد. والله من صعبنا خلاص نهائيا، ما حكناش. شحال عندك الاولاد؟ عندي ربعه. تقدر تسميهم منا؟ فاتح وناصر وصالح ومريم. وحالتهم كيف؟ عندهم معاقين ولا كيف؟ معاقين، ما يسمعوا ما يهضروا. والزوجه نتاعك تسمع ولا ما تسمعش؟ تدخل بعطانا راك تشوف ولا حتى يباتوا برا. المرات يباتوا لنا كل فرد مش مع واحد هنا في السكل. والله ما تصاب بلاصه يعني اللي نزيد نحب يقول نبعد ميه ولا حاجه، هذه هي بلاصتي. قال انسان دار ما هيش دار، يعني اذا تقول قلبي برك ماهيش دار يعني مليح، ما هي دار ما والو. تسمى باقيين محلوسين لبعضنا ونطلب هكذا حوايج هكذا، نمشي هكا باه نطلب باه نجيب لهم الخبز ما ياكلوا كل شيء في الدنيا. كون غدوه نمرتها راحوا دعوا. مأساة العائلة لم تتوقف عند حدود الإعاقة فقط، لأنها تقطن منزلا هشا جدرانه متصدعة، وأبوابه تجبر الأب عم حسين على البقاء مستيقظا أحيانا لحراسة أبنائه وحمايته من اللصوص والمنحرفين. وعم حسين رغم حالته الصعبة التي يعرفها الجميع، إلا أنه لم يسلم من الوقوع ضحية لعملية احتيال بشعة انتهت بسرقة منح أبنائه المعاقين. وأمله الوحيد أن تلتفت إليه السلطات المعنية وتنقذه من هذا الكوخ الذي يعود تاريخه إلى سنة 1957. أي حاجات مشوفين معوقين كاملين، ما كان حتى واحد يهضر مع واحد كامل، وأنا ما لقيتش يعني باش نعاون روحي ولا نعاون ولادي تسمى ضايعين ولا حاجة، إلا غالب هذا هو الشيء اللي باقي بها. والنوم كيصدك مكسر راك تشوف كلش قطر في الارض. ولا عاونتك السلطات البلديه نتاع سيدي مزغيش بساكن هكذا؟ ما عاونتنيش، تفزعنا باش نطلبهم يعاونوني، ما طلبوا قالوا لي ما كاين راح طلب هسه حنا راح طلب. يرب واحد تماها تمانيت منت باللي رايح يمد لي القمح، كي وصلني تمانيت طالع كرايا وطيحني ربحني جابني في العين طهري وش بدي السوارد وراح برد في الدهر وراح ما زيد شفته خلاص. صوارد من هو ما زيد شفته من هذاك الوقت، والصوارد ما ولاوش في الغرفه هذي. هنا ندوش بعدا هنا كل شيء، هنا ننعس هنا كلش. بعد كي لقيت قاضي خوي ما عنديش
مدلي الدار هذيك باش باش داكم باش على بعطاني، ما عنديش حتى ساكن غير الزنقل هذا. طلب من السيد الرئيس بوتفليقه يشوف الحالي الاتجاه اللي تاعنا، التوجيه نتاعنا واش هو اللي عندنا. ما نقول انسان نطلب يعني يقرا ونطلب يخدموا كلنا برب العالمين، نطلب منهم نطلب على الانسان باش يعيشوا، ما عندوش عيش شو خلاص حاجه ما كما يستروا. يعني نتمنى نطلب منهم كلهم يعني يعاونوني في سكن، يعاونوني في ارض، يعاونوني في شيء، ما عندي والو، ما عنديش باه نعيش. مكيه عائلة عمي حسين رغم الإعاقة الصعبة التي يعاني منها كل أفرادها إلا أنها لم تيأس من توجيه ندائها لذوي القلوب الرحيمة والمحسنين من أبناء هذا الوطن لانتشالهم من حياة الحرمان التي يتخبطون فيها ومساعدتهم على مواجهة ظروف الحياة الصعبة. فهل من يفهم لغتهم ويستجيب لندائهم؟ صعبة جدا ظروف هذه العائلة بولاية سكيكدا. فضيلة الشيخ وش نقول الأهل الخير والبر والإحسان اللي راهم تبعوا يعني حالة هذا العائلة الموجودة في أقصى الشرق الجزائري في ولاية سكيكدا؟ بارك الله فيك سيدي. على كل حال إن شاء الله ربي يكون في عون هذا الناس المغبونين، خاصة هذه العائلة اللي شفناها واللي فعلا يعجز اللسان عن وصف هذه الحالة، خاصة هم كل معاقين ومرضى وكذا، والحالة المزرية تاعهم اللي تتطلب من المسؤولين خاصة أنه يقفوا مع هذه الحالات لأنهم مسؤولون أمام الله. كذلك الناس تاع البر والإحسان اللي هم كذلك مدعوون بأنه يقفوا مع أي إنسان. قلنا حتى في بداية الحصة قلنا المسلم بطبعه أنه يحب الخير لإخوانه، يحب الخير لغيره كما يحب الخير لنفسه. ونذكر فقط فضيلة الشيخ أنه يعني من خلال البرنامج وفعل الخير كنا شاهدنا وكنا عشنا مع الحالات اللي عرضناها في طيلة الأعداد السابقة أنه كاين مسؤولين تحركوا وقدموا مساعدات لهذه الحالات الإنسانية الصعبة. أيضا أهل الخير اللي كانوا يتصلوا بشكل كبير جدا بالأرقام تاع الهاتف المبين الآن أسفل الشاشة واللي ندعو من خلالها كل الجزائريين الفحولة اللي يقدروا يقدموا يد المساعدة واللي عندهم أنفة وعندهم يعني حب فعل الخير من أجل أنهم يقدموا يعني يد المساعدة لهذه الحالات الاجتماعية التي نعرضها عفوا باستمرار في برنامج وافعلوا الخير. ونحن متأكدون أنه في سكيكدا وفي قالمة وفي مختلف ولايات القطر الوطني فيه ناس يحبوا يديروا الخير، ممكن ما صابوش كيفاش يديروا الخير ولكن رايح نفتحوا لهم هذا البرنامج من أجل أنهم يحقوا هذا الحلم اللي يقدر يديهم الجنة الرضوان بإذن الله تعالى. فضيلة الشيخ نبقى دائما في موضوع التبرع بالدم، الحماية المدنية والأمن الوطني، يعني هذا الأفراد اللي يسهروا على صحة هذا المجتمع من الجرائم وأيضا يحصنوهم من أثناء الكوارث الطبيعية إلى غير ذلك، عندهم تقليد سنوي أنهم يتبرعوا بالدم وهذا الدم هذا يروح للمستشفيات الجزائرية ويتخزن اللي يعني المرضى يحتاجوه من حين لآخر. فما هي ما هو الأجر اللي يحصل من خلال التبرع بالدم خاصة لدى هذه الفئات اللي تبقى يعني باستمرار تبرع بهذه الحاجة الثمينة التي وهبها الله سبحانه وتعالى إلينا؟ بارك الله فيك سيدي. على كل حال بداية نشكر رجال الحماية المدنية على واجبهم الوطني اللي قوموا به، ومأجورون على كل حال وفي نفس الوقت مسؤوليتهم. رجال الأمن كذلك مشكورين على وقوفهم دائما سهرا على حماية هذا المجتمع، وهذا واجبهم على كل حال. الله يكون في عون كل المسؤولين لأنه حاجة صعبة ومسؤولية أمر صعيب، يعني ماشي سهلة كما يظنها الإنسان. المسؤولية راهي تكليف ماهيش تشريف، وراهي أمانة يسأل عليها الإنسان يوم القيامة. الأعمال اللي يقوموا بها خاصة التبرع بالدم اللي يديروه يعني في إطار جماعي حاجة نبيلة جدا وحاجة عظيمة جدا، هم مأجورين عليها. ورب العالمين قلنا أعد لكل من قام أو لمن تبرع
أو لمن أعطى أو لمن ساعد أو لمن سائر أو لمن قدم أي عمل ولو بالكلمة الطيبة ولو بالابتسامة كما قلنا ولو بأي حاجة صغيرة كانت أم كبيرة أعد الله له جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر. شوف احنا كي نذكروا التبرعات وكذا يروى أنه يوم القيامة يؤتى برجلين يجيب رب العالمين واحد قال شوف داير غير سيئات حسنة واحدة برك عنده ويجيب واحد داير كل الحسنات خصته حسنة برك باش يدخل الجنة. ينوض هذاك اللي عنده حسنة واحدة يشوف روحه باللي يشوف صاحبه اللي خصته حسنة ويدخل الجنة يقول للرب العالمين يا ربي نتبرعت له بذيك الحسنة نعطيها له بيدخل للجنة. رب العالمين يشكر له هذاك الصنيع يوم القيامة. وشوف الإنسان كي يوثر أخاه على نفسه ويتبرع لأخيه بحسنتين عنده حسنة واحدة قال أنا واش ندير بيما أنا رايح المهم نعطيها لصاحبي بنسلكه وخلاص هو يسلك يروح للجنة ويقضي الله في أمر كان مفعولا. قال رب العالمين يشكر له الصنيع نتاعو ويقول له خذ بيد أخيك وأدخله الجنة يدخلوا في زوج بحسنة دار حسنة واحدة في حياته دار حسنة واحدة يدخل بها سبب في دخوله كانت سببا في دخوله إلى الجنة ويدخل معاه صاحبه. كاش خير كماذا؟ صحيح كاش خير كماذا؟ قول لي كاش أمة من الأمم أعطاها رب العالمين مثل ما أعطى لأمة النبي صلى الله عليه وسلم على ما تقوم به من فعل الخيرات. غير احنا بنادم ماهوش يعرف غير احنا بنادم متعلق قلبه بالدنيا وراح في متاهات الدنيا وربي يجعل الخير وخلاص. وحنا دائما نقولوا العاقبة تاع الإنسان والخاتمة بيصنعها خاتمة تاعك تاعينا وتاع أي واحد أنت تصنعها إنما الأعمال بالخواتيم وكاين خاتمة تاع السوء العياذ بالله وكاين خاتمة حسنة. أنت الخاتمة الحسنة بتصنعها تصنعها بفعل الخير والخاتمة السيئة بتصنعها بفعل الشر. بارك الله فيك. أما الإنسان هو اللي يصنع الخاتمة تاعه هو اللي يكون سببا في صنع هذه الخاتمة. إذا كان يدير غير في الخير رب العالمين راح يجزيه بالخير وإذا كان يدير غير في الشر العياذ بالله رب العالمين راح يكافئه. لابد الإنسان يعرف بأنه هو يسعد دائما في الخير ويخليها على ربي تكون العاقبة فيها الخير. بس إذا كان يدير غير في الشر العاقبة لا محالة لا يجب بالله تكون فيها الشر. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. راح نشاهد أعزائي متتبعي برنامج وافعلوا الخير راح نتابع واحد من الناس اللي قضوا حياتهم في فعل الخير من خلال التبرع بالدم. هو عمي غربي صاحب 80 سنة وطيلة يعني حياته ولا من اللي كان شاب في 20 بقى يتبرع باستمرار بالدم تاعه حتى بلغ يعني 160 مرة. تخيلوا واحد يتبرع بدمه 160 مرة والآن في عمره 80 سنة ويتمتع بصحة جيدة والحد الآن مازال هو بدور ويدعو إلى الناس إلى أنهم يتبرعوا بالدم تاعهم لأنه فيه مصلحة كبيرة للناس. راح نخليكم تابعوا هذا التقرير أو هذا البورتري لعمي غربي ثم نعود للحديث ونحن قد وصلنا إلى ختام هذا البرنامج. تجاوز سنه 77 عاما لكنه يعيش بروح شاب في 20 يتمتع بصحة جيدة دائم الابتسامة والفرح وهو واحد من أكبر وأقدم المساهمين في العمل التطوعي بالجزائر. عمي قدور غربي اسم معروف في عالم التبرع بالدم فهو رئيس الاتحادية الجزائرية للمتبرعين بالدم. بدأ رحلته مع هذه الخدمة الإنسانية النبيلة منذ كان عمره 18 عاما وإلى أن بلغ 65 عاما تبرع بدمه 160 مرة على مدار 47 سنة. الانطلاقة كانت بحادثة أليمة ومؤسفة ولكنها كانت المنعرج الحاسم في حياته. كنت أتبرع بالدم كانت في عمري في سنة 18 سنة كنت عامل في شركة وطنية كهرباء وغاز الليجية سابقا وكان يعني صديق قال له حدث مرور في ذاك الوقت وضرب بزاف الدم داه المستشفى وضرب بزاف الدم وجاوا الاصدقاء تاعو الشركة وطلبوا منا يعني باش نعاونوه باش يعني يتبرعوا له بالدم.
رحت للمستشفى مستشفى باشا مصطفى باشا وحكيت برا بالدم تاعي في ذاك الوقت. وفي ذاك الوقت حسيت روحي باللي نكون يعني فايده للمجتمع، فحسيت روحي باللي راني شارك في انقاذ روح، في انقاذ شخص من خاطر الموت. ومن ذاك الوقت بديت نتبرع بالدم تاعي 3 مرات حتى 4 مرات في العام. وعلى كل حال حبس في 65 سنه قطاش هو السن المحدد تاعي، وحاولت وبرعت يعني في المجموع حوالي 160 خطره، 160 تبرعه. والحمد لله راني في صحه جيده، وما كنت ما اصير رياضه ونسوق والحمد لله كل حال يعني عندي ما عندي حتى مرض ولا حتى يعني حاجه يعني ما تقيسني. افتك عمي قدور غربي العشرات من الشهادات التقديرية والتشجيعية المشيدة بما قدمه من خدمات إنسانية جليلة لفائدة المجتمع، وعرفانا لمساهمته القوية والمتواصلة طيلة عقود من طرف هيئات وطنية ودولية عديدة. هذه شهادة عالمية ميريت انترناسيونال يوسا اللي خذيتها في 1989 من طرف الاتحاديه الدوليه للمتبرعين بالدم. هذه نهديها لكل متبرعين بالدم على مستوى الوطن. وتذكيرات يعني من الدول المغاربيه والدول الاجنبيه. الميدانيه الاخرى اللي خذيناها هي من طرف المدير العام للامن الوطني، وثاني مشكور كذلك باسكو داروا حمله تاع التبرع بالدم. والسيد المدير العام هو اللواء عبد الغني هامل، يعني مشكور بزاف يعني من طرف يعني الاتحاديه ومن طرف يعني متبرعين بالدم. اذا كان عامل السن قد اوقف عمي قدور عن التبرع بدمه الان، فهو لا يتوقف مطلقا عن تنظيم حملات تحسيسيه للتبرع بالدم والمشاركه فيها وحث الشباب على التقدم من اجل القيام بها، علهم يساهمون في انقاذ حياه العشرات من المرضى والمصابين المتعلقه حياتهم بقطره دم واحده منا. كل شاب او كل شابه ماذا يعني توجه نداء للشباب بياخذوا المشعل نتاع الاتحاديه الوطنيه تاع التبرع بالدم. ماذا بينا كل شاب او كل شابه ما يبقاش روحهم يفكروا في هذوك الاولاد، في هذوك الاطفال، في هذوك المصابين في المستشفيات اللي هما في حاجه لكيس من الدم. في العاده كانت تروح للمريض باه تدي له كيلو تفاح وكيلو بنين ياكلوا في نهار، تدي له كيس تاع دم ترجع له بسمه وترجع له حياه ويدير العمليه ويفرق المستشفى ويخلوا موضعه للشخص واحد اخر باه يجي ثاني يدخل ثاني المستشفى. كان هذا البورتري من توقيع الزميله حنان قرقاش حول عمي غربي اللي تبرع 160 مره طيله حياته بدمه للجزائريين. فضيلة الشيخ، واش نقدر نعلق على عمي غربي وهذا الرجل الذي وهب حياته للتبرع بالدم؟ وعلى كل حال بارك الله فيه، وما نقدر نقول له الا انه ربي يجازيه كل خير ويكثر من مثاله ومن الناس اللي يديروا الخير. شيء عمل نبيل جدا انه انت تتبرع لاخوانك 164 مره بدمك، تعطي الاخوان. تخيل قداره انقذ من حياه، تخيل قداره سلك من روح، تخيل قداره دار يعني الخير. هذا لو كان هذا الخير هذا لا يعرفه ولا يعرف قدره الا يوم العرض على رب العالمين، نهار اللي ينصب له رب العالمين الميزان تاع الحسنات والسيئات، يشوف الانسان الخير اللي قدمه ويقول يا ليتها هذه 164 كانت 564 ولا 1000 وكذا. ماشي غير خاطر الانسان اليوم ما يعرفش. شوف مادام في الدنيا ماهوش عارف قيمه الخير اللي يديره، هذا هو. احنا المشكل عندنا ما نعرفوش لا فالور تاع الحسنه ولا فالور تاع السيئه، القيمه تاع الحسنه والقيمه تاع السيئه. وبالتالي الانسان علاه ما يديرش الخير؟ لانه ما يعرفش القيمه تاع الخير. وعلاه يدير الشر ويرتكب السيئات؟ لانه ما يعرفش القيمه تاع السيئه. يوم القيامه نهار يشوف عواقب السيئات ويشوف السيئه والقيمه تاعها يولي يقول يا لطيف، يولي يعظم في شيء صغير داره، يقول يا ودي كبير بزاف وعلى درتها. اليوم راه يحكر فيها وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. احنا الانسان اليوم يدير سيئه ويقول يا ودي ما كان فيها والو، يعني حاجه صغيره مثلا تقطع في اخوك المسلم، حاجه صغيره يدير فيها الانسان ويقول لك ما كان والو سي نورمال، حاجه عادي.
لكن يوم القيامه شيء عظيم راني نشوف العواقب تاعها ويشوف العاقب العقوبه تاع المعصيه وتاع السيئه. الخير يروى انه واحد كان لابس برنوس قديم وشرى برنوس جديد، بمجرد ما لبس جديد واحد من الزواول هذا قال له اعطيني هذاك البرنوس القديم، اعطيني برنوس، قال له من هذوك اللي اعطاله القديم ولبس هو الجديد. نهار اللي مات غير مات بعد السؤال تاع القبر جابوا له الملائكه المكافاه تاع البرنوس، قال له هاو البرنوس اللي تصدقت به هاو الخير تاعو. واش يقول؟ قال يا ليته كان الجديد، يا ليته كان الجديد، لو كان تصدقت بالجديد، هذا القيمه نتاع القديم اللي تصدقت به، لو كان تصدق بالجديد كيفاه؟ صحيح. يعني الانسان ما يعرفش، لا يعرف قدر النعمه الا عند فقدانها، الانسان يعرف القيمه نتاعها عندما يفقدها، يعرف الانسان قيمه الخير اللي يدير فيه حينما يفقد هذه الدنيا ويروح الاخره، يروح لدار الجزاء ويشوف الجزاء نتاع الخير ويشوف الجزاء نتاع الشر، يولي يندم على اللي ما دارش الخير بزاف ويندم على اللي دار الشر ولو قليل. فضيلة الشيخ، وشنو هي الأشياء اللي توقف وتخلي الإنسان ما يقومش بفعل الخير؟ هي عدة أسباب وعدة أشياء اللي تخلي الإنسان أو تقف للإنسان بالمرصاد بما يديرش الخير. من أو أبرز هذه الأشياء هي حب الدنيا. الإنسان يولي يحب الدنيا بزاف، يعني يحملها في قلبه بارك، يحب الدنيا ويديرها في قلبه، وبالتالي لما يحب الدنيا ويديرها في قلبه يولي يعيش نفسه ويولي يعبد في نفسه وينسى الآخرين، وبالتالي يقصر في فعل الخير. شوف احنا نرجعوا للقرآن الكريم، نهار اللي يشخص لنا الدنيا هذه رب العالمين يقول اعلموا أنما الحياة الدنيا، الدنيا وشين هي قاعتي، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته فأعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. شوف يروى انه واحد من الناس رايح ماشي للحج، رايح للحج البقاع المقدسه في الجزيره العربيه المعروفه، قال في طريقه او اثناء السير تاعو في طريقه قال انا مادام راني رايح نمشي نروح لهارون الرشيد، كان هارون الرشيد رحمه الله عليه خليفه، قال جاز ليه في بغداد، المهم طلب الاذن على هارون الرشيد، ف الحاجب هذا تاع هارون الرشيد قال له كاين واحد من المغرب، يعني من الجهه تاع المغرب ولعله يكون جزائريا، انا جاب لي ربي هذاك جزائري 100%. قال منين هو؟ قال من المغرب. قال يقول له هارون الرشيد، يقول الحاجب تاعه اساله واش الخدمه تاعه، يعني المهنه تاعه شنو، لانه كان هارون الرشيد في وقته في العصر الذهبي كان يعني يحب العلماء، يحب الحكماء، يحب البلغاء، يحب الشعراء، يعني ويديرهم حوله، يعني العصر الذهبي وعصر الازدهار في ذاك الوقت. قال يقول له واش الخدمه تاع المهنه تاعك؟ قال له انا حكيم ماشي اللي طبيب، حكيم يقول الحكمه. صحيح. اذن له فدخل، غير بمجرد ما دخل سلم على هارون الرشيد، رد عليه السلام ثم قال له انت مني؟ قال من المغرب. واش الاسم تاعك؟ فلان. قال له واش المهنه تاعك؟ قال له حكيم. قال له باه يسييه، يعني كما يقولوا شنو يختبروا هل فعلا حكيم ولا لا. قال له يقولون ان اهل المشرق واهل المغرب كمثل طائر راسه في الشرق وذيله في الغرب. حب يطيح بيه يقول له باللي الشرق والغرب كالطائر، رأسه في الشرق، ما احنا رانا في الرئاسة في الشرق وأنتم في الذيل، راكم في المغرب راكم في الذيل، احنا الجزائر وتونس والمغرب العربي راكم في الذيل، معناها حب يحطنا احنا يهبطنا من قيمة، هو يختبر فيه إذا كان ذكي وحكيم صح ولا لا. قال له يقولون إن أهل الشرق والغرب كمثل طائر رأسه في المشرق وذيله في المغرب. وش يرد عليه الحكيم؟ قلت لك جزائري الرسمي، وش يرد عليه؟ قال له يا أمير المؤمنين صدقت وصدقوا، لعل الطائر يكون طاووس
طائر هذا اللي يشبهوا به المشرق والمغرب، لعله يكون طاووس، الطاووس الزين نتاعها في ذيلها ولا في راسها. صحيح. شو قال له مالها يعني؟ عرفوا باللي حكيم، قال له وصف لي الدنيا واختصرها في كلمات، اختصر لي الدنيا في كلمات. وش يقول له ذاك الحكيم؟ قال له يا أمير المؤمنين، الدنيا عبارة عن قدور تغلى وبطون تملى. الدنيا دي وشني؟ قدرة تغلي وبطن تمتلي. وبطن تمتلي. انت وش تدير؟ تاك تصور مليار وش تدير بها؟ تروح للمارشي صح؟ للسوق تقضي ياك هكذا، شويه خضر وشويه فواكه تجيبها للدار ينقيوها ويديروها لك غميسه ولا شريبه ولا مش عارف شنو تاكلها ومن بعد وخلاص. وخلاص. وهكذا كل يوم تصور مليار ولا 20,000 كيف كيف. كيف كيف. كان معاه واحد ولده صغير، لما سمع هارون الرشيد تلك المقاله من ذلك الحكيم اعجبه كلامه، وكان لحكيم ولد صغير معه، شاب صغير دائما يديه معاه في الترحال تاعو، فقال وما يعمل ابنك هذا الصغير هذا واش يدير؟ قال له هذا ابني هذا يتبع الحكمه اللي نقولها ويصيغها في ابيات تاع شعر. فقال له هارون رشيد اذا فليقل الابيات تاع الشعر وان عجبتني ساكتبها بماء الذهب في بغداد. ويقول علماء السير انه هذيك الابيات تاع الشعر، بيتين تاع الشعر اللي قالهم الصبي الصغير هذاك، راهم مكتوبين في مكتبه بغداد بماء الذهب من وقت هارون الرشيد رحمه الله. اذا كانت ما زالت المكتبه تاع العراق في العراق، يعلم الله دخل الغزو الامريكي وكذا، يعلم الله واش راه صار في العراق. البيتين تاع الشعر هم لب القصه هذه، ورانا مخلينها محل مسابقه على مستوى ولاية المندية وراي على مستوى الوطن، وكل اللي يجيب هذا البيتين تاع الشعر راه عنده جائزة كبيرة من طرف مسجد الفرقان. هذه البيتين تاع الشعر ماشي راح نقولهم للناس لأنه راي محل مسابقة. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. راح نمر الآن أعزائي المشاهدين إلى الركن الأخير من عدد اليوم، ركن نداءات. نخليكم مع هذه النداءات العاجلة ثم نرجع لنختم هذه الحصة مع فضيلة الشيخ، تابعوا. أتمنى أعزائي المشاهدين أنكم تقدموا يد المساعدة لهذه النداءات العاجلة اللي شفتوها قبل لحظات. فضيلة الشيخ، في نهاية هذه الحلقة، ما هي الرسالة اللي نبعثوها لكل الجزائريين يعني فيما يخص قضية التبرع بالدم؟ أقول للجميع من على هذا المنبر أنه ما كانش حاجة أجمل من فعل الخير. ذكرنا قول الله سبحانه وتعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ما أجمل الخير الإنسان يبذل قولا وفعلا لكل الناس، وما أجمل الإنسان حينما يتبرع بماله ويتبرع بدمه لإخوانه المسلمين فينقذ حياة
وينقذ المرضى والمصابين وكذا، ويسلكهم ويخرجهم إلى بر الأمان. ما أجمل هذا الفعل اللي يرضاه رب العالمين، واللي أعد لفاعله جنة الفردوس. الله يجعلنا وإياكم جميعا من أهل جنة الفردوس، والله يجعلنا وإياكم جميعا من السباقين إلى فعل الخير، لأنه المولى تبارك وتعالى أمرنا بأن نكون من السباقين. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. رب العالمين يجعلنا وإياكم من المتقين، من الذين يبادرون ويتسابقون إلى فعل الخيرات. فضيلة الشيخ محمد لبوخ، إمام مسجد الفرقان بولاية المدية وعضو المجلس العلمي، بارك الله فيك على هذه المشاركة الثالثة في برنامج وافعلوا الخير. مشاهدينا الكرام، سنلتقي بإذن الله تعالى في العدد القادم من برنامجكم، برنامج الأسرة الجزائرية، برنامج المحرومين والفقراء وكل المحتاجين في هذا الوطن الحبيب. تحياتي تحيات معد البرنامج الحاج رشيد فضيل، وتحيات كل أهل الخير الذين يسعون إلى نشره في هذا الوطن. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. We'll be right back.